الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد عليكم يا رب. في بعض الاصناف اللي حضراتكم طلبتوها كنا عملنا قبل كده بعض تجهيزات من اللحوم الفترة اللي فاتت. فدلوقتي الطلب مننا عايزين الناجتس، عايزين طلبتوا البرجر، عايزين بعض الحاجات اللي هي تكون بسيطة وسهلة، عايزين لانشون الفراخ. هنعمل مع بعض كده كام حاجه ونشوف في الدنيا فيها ايه واخبارها ايه. تعال اول نبدا باللانشون ونشرح ونتكلم على مهلنا، اهم حاجه عشان نبقى فاهمين الدنيا فيها ايه وبتعمل معانا ايه، زي ما بقول لكم دايما، عشان مش يلا اقلب واعمل الليله وخلص. وزي ما قلت لكم قبل كده ان انا لست بفنان ولا شيف، مفيش زيي، انا اتعلمت من الناس. الناس هي اصول المهنه. فاتكلمنا بكده لان يعني هي الحته دي عندي، يعطي كل ذي حق حقه، ان احد الاشخاص هو اللي شرح لي شغال في انجلترا في تصنيع اللحوم، وهو اللي اداني الحاجات دي وقالها لي، مش انا بقى عندي اسرار دوله، لا. استاذنت منه وصلها للساده الافاضل من المشاهدين وليس من اجل الشهره. فالراجل قال لي سمعا وطاعنا، الله يكرمه يا رب ويحفظه، لن ننسى افضاله، عشان يبقى الفضل الاول بيبقى لله ثم لي في الموضوع ده. تعالى الاول نعمل اللانشون، وزي ما اتفقنا ان في طرق واستبدال طرق. الكلام ده على فكره اديته في كورسات بفلوس، يمكن باخد فلوس قليله قوي، اقل حد يعني عشان ما تبحش الناس، ولكن اللي بقوله هنا هو اللي مطلوب مني من المغرب والجزائر، الناس عايزينه اونلاين بفلوس، هو اللي بروح اديه في مراكز كورسات بفلوس، وباجي اقوله على الهوا عادي خالص. يعني بقول لهم انا مش عايز حاجه، صبغها على الله، مش راجل غني بقى وبتاع، الغني هو الله. يلا بينا ننزل بمقادير اللانشون ونشوف الدنيا فيها ايه وهتعمل معانا ايه. اللانشون يا جماعه لازم يكون هو او البرجر او كفته السيخ بتاعت الحياتي، على بال ما المقادير تنزل. بس احنا بعتنا نجيبها دلوقتي عبال ما تيجي من مزبيرو لهنا، شايفين انتوا عارفين الوقت، وخصوصا الساعه 3 دلوقتي في زحمه. نص كيلو من فيليه الفراخ، عشان اشتغل هراكل مقادير الاول وبعد كده نرغي شويه او ارغي شويه. نص كيلو فيليه فراخ، 100 مللي زيت، 75 مللي زيت في الحدود دي، 50 مللي زيت ما يهمكمش. ايه ده يا شيف محمود، ايه الكلام الفاضي ده؟ زيت هقول لكم ليه دلوقتي. 50 جرام لبن بودره، 50 جرام نشا، 50 مللي ميه. خش على اللي بعده، الصفحه اللي بعديها 15. بصوا بقى، 15 جرام بصل بودره، وانت حاسب لنا بالجرامات وبتقعدنا وبتكررنا في حياتنا. 15 جرام لبن بودره، معلقه كبيره بصل بودره، يعني معلقه كبيره. المعلقه الصغيره اللي هي 10 جرام، 7 جرام جنزبيل وملح صيني، 7 جرام اللي هي نص معلقه. ملح صيني مهم جدا في الموضوع ده، اللي مش مقتنع بيه ومش عايز يحطه ما يحطوش، لكن هو ده معزز النكهه، وهو ده اللي بيتعمل بيه المرقه اللي اولها فيه واولها ميم، وحاورين يا طيطه وبنلف حوالين بعض ومش عارف ايه وبتاع. وفي الاخر لازم نبقى عارفين كل حاجه. هو اللي بيتحط على البطاطس اللي هي بتتباع بره ديت في الاكياس، وهو اللي بيتحط على البوزو والكلام، الكلام اللي انتوا عارفينه ده، وكتره بيخلي الاطفال مع الكبر تبقى عصبيه وتهايبر. 12 جرام ملح، يعني معلقه صغيره وربع كده ملح، ملح ده حسب الحاجة. 5 جرام فلفل ابيض، مش عايزين فلفل اسود في الموضوع دوت. 5 جرام حبهان، يعني في حدود 4 فصوص حبهان كده، بس يا ريت يكون فريش. يعني بجيب الحبهان احطه في الفريزر يفضل فريش بسنتين ثلاثة. حاجة تانية يا استاذتنا الغالية، طيب لا ارجعي يا استاذتنا الغالية، لا يا ست الكل اقدر اجلها، مش هنقضيها مقادير يا استاذه، الله يكرمك، ربنا يكرمك يا رب ويبارك لي في عمرك. اللانشون لما يتعمل بصدور الفراخ دي هيبقى ناشف، هتعمل كده هيكسر. طيب الكفته المشويه اللي هو الساده الافاضل، روح له الجزار يديني حته وش فخده حمراء وفرومة، تيجي تاكله ملهاش طعم، ليه؟ تفل، حاجة وحشة قوي، تتكلش. أنا عايز أعمل الصباع كده يتني معايا زي السيس رول، بتشوفوا الكيكة
العاديه اللي فيها دقيق كتير نعمل كده تقطم، دقيق سويس رول كيكه سويس رول نعمل كده تتني معانا. ده بيجي منين؟ من الدهون. حلو الكلام ده، كلام جميل. تلاحظوا لما نيجي ناكل اللانشون بناكله كده طري، ليه بقى؟ هما بره بيحط 40% ميه، لبن، نشا، 60% فراخ. امبارح والله اشتريت رومي مدخن، رغم انه فتح لي الباكت كده المدخن الجميل، حاجه سيئه قوي، حاجه سيئه قوي. ده يمكن الراجل على قد حاله اللي بيعمله ليه طعم شويه. عباره عن انه لبن بودره مع الميه مع النشا، حاجه شكلها خرافه. كنت لقيتها، كنت بحسب يعني بيجيبوا الديك الرومي ويعملوه، بس عايزه فراخ. يعني كان الاول بيحط 60% فراخ، اللي انا اكتشفت انه فيه 80% ميه ولبن ونشا. دي التركيبه اللي قايل عليها استاذنا الرائع، وبحط 20% فراخ. تلاحظوا كده الطرنش وهو بيقطعه لي الاقي حتتين فراخ بس، طعم ما فيش طعم، حاجه ما يعلم بها الا ربنا. بس عشان انا فهمت اللعبه، فهمت اللعبه. كان يقول لي تعرف يا شيف محمود 40% مي، راجل جوه المصنع هو استشاري كمان، 40% ميه ولبن ونشا. لازم حاجه هنا بقى، ايه هي؟ الفوسفات الغذائي. تغاضيت عنها عشان هي حتى مش موجوده. انتوا بيجيبوا في المصانع بيجيبوا بالشكاير، وما بيجيبش فوسفات غذائي بس، لا ده هو الخليط ده اللي في الشكاره ده، خد منه على 100 كيلو ال 100 طن لحمه 3 كيلو في المثبتات وفي الكاراجينال وفي الحافظ ضد عدم اللي هو يديك انتهاء صلاحيه معينه، بس كمان في ملح نتريت بكميه معينه. يعني ممكن 100 كيلو لحمه ياخدوا معلقه صغيره ملح نتريت في الاذانات اللي عامله زي الغساله الاوتوماتيك دي، وتبقى الموضوع مهلبيه، وتلاقيهم دليق لك تلج، ومفض شكاره لبن بودره، ومفض شكاره نشا. هي دي التركيبات اللي هي اتعملت، عايزين نستعيد عنها. كل الساده الافاضل بيعمل لك ايه؟ بيضرب لك الفراخ لف في الفويل، تيجي تاكل تلاقي نفسك بتاكل حاجه خشنه، تقف هنا عايز عصير عشان الواحد يبلعها. فهمنا الموضوع ايه؟ فهمناه ازاي؟ طيب ايه الزيت ده يا شيف محمود؟ في ساده افاضل بيعملوا ايه؟ بيعملوا القصه بتاعت لانشون البيض مع الزيت مع دي مع الجبنه نستو. فاكرين انتوا اللانشون ده؟ ومديله شويه فراخ. انت عملت حاجه كويسه مش وحشه، اه. بس بيض مع الفراخ دي عجه، الموضوع ده ممكن يضرب بسرعه خصوصا في الصيف. ثانيا انت دخلت مكونات مش مظبوطه مع بعضها، الا لو احنا هناكلها في ساعتها كده يعني. فهنا المفروض ان انا بحط دهون، جلد فراخ. جلد فراخ قالوا بيبقى دايما مش صحي. مش هقعد اتكلم بقى والقصص دي، الاطباء البيطريين المتخصصين هم اللي هيستذوا في الموضوع ده. معلش انا ممكن تك تك واشتغل واطلع لكم جاهز وخمس زي واعدي يا ليله. طب المفروض نحط وراك عشان فيها جيلاتينه، او فرخه كلها على بعضها بجلدها، هتصرفه كتير. فقال لي انا مستعيد استعيد عنه، هو اسمه الاميليشن لو تفتكروا، اميليشن الفراخ. اميليشن الفراخ عباره عن دهون مع لبن بودره مع نشا مع 200 ميه، مش هديكم المقادير دلوقتي ما تهتموش بالماء، وده مع فوسفات غذائي بيتخفق زي في العجان بكف تحت درجه حراره معينه، ممكن تلج، قال لي ممكن تحط تلج، هيقفش الكلام ده مني. نبدا نديله نضيفه للفراخ، وده اللي بيدي طراوه لللانش. فهمنا كده؟ قال لي ممكن تساعد عنه بحاجه، قلت له ايه؟ قال لي الزيت. قلت له الحقني. ليه الزيت؟ الساده في الريف والساده في الصعيد والساده في القاهره والشيف محمود مش في امكانياته يجيب ده وده وده وده، فاذا لازم نعمل الشيء بس نعمله على اصوله. طب كويس قوي، احنا دلوقتي الاستاذه شيماء الجميله نزلت لنا المقادير،
هنبدأ نشوف دلوقتي الدنيا عاملة ايه واخبارها ايه وهتعمل معانا ايه. يبقى احنا في الاول احنا فهمنا الامور عاملة ازاي. ليه انا كلمني ناس كتير، والله كلمني واحد من الفيوم اسمه استاذ محمود الله يكرمه، بيقول لي عملت مكان ايس كريم بقالي 3 سنين بخسر. والله ما بكتب عليكم، انا عمال اخسر يا شيف محمود، وكل ما اسال اولي العلم ما بيجاوبنيش. انا عايزك انت تديني ايس كريم. قلت له انا اطلع مين، انا هوديك على واحد عنده 3 مصانع ايس كريم هو اللي علمني. بعت للراجل فويس اللي هو المهندس حمدي، قال لي فورا انا احب اعمل لله، ده انا بدور على عمل صالح اعمله، ده انا هتواصل معاه حالا. ووصلتهم ببعض، مش عشان الواد الجدع بقى، الراجل عمال يخسر يا جدعان، نقف جنبه، ده مسؤول عن أسرة، مسؤول عن بيت. وفعلا اتواصلوا مع بعض، لأن يا عيني البهوات اللي قالوا له جيب بودرة آيس كريم تضربها وتحطها في المكنة. أنا عندي مكنة آيس كريم أحط بودرة، طب أكسب إيه؟ أنا بحط لبن مع جوار جم، ممكن مية مع جوار جم، والأسانسات والموضوع ده عايز أعمل الغالي شوية، ابتدي أحط خامات أكبر. ده أنا عندي المكنة، انا عندي المكنه جبتها 30 40 الف جنيه بتطلع لي 10 كيلو في الساعه. خلوا الراجل يكسب، اديله السر اللي اداني سر بسكوتة الايس كريم اللي بتعمل بالميه ووريتها لكم وعملناها هنا ديت. دي الصدقه هديناها معاك طول العمر. يلا بينا نشوف الدنيا فيها ايه. استاذه نهى اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. السلام عليكم. عليكم السلام استاذتنا الغاليه. ازيك يا شيخ؟ ازاي ما عليك يا ست الكل. ربنا يخليك، الحمد لله، والله تمام. انتوا تسلم ايديك على الاكلات الجميله اللي بتعملها لنا. والله الله يسلم عمرك يا ست. وبصراحه يعني كان نفسنا نعرف اللانشون فعلا بيتعمل ازاي. الله يخليك يا رب، تسلمي لي. اه والله تحت امر. ربنا يخليك يا شيف، انا بس نفسي اسال البيكاتا بس طريقه عملها ازاي. عينيا، اوامر وتعمل لساعتك مخصوص. وهي يا شيف لازم بس تقول لي تكون حته مخصوصه من اللحمه ولا بتبقى اي قطعه؟ يا ريت الفلتو او وش الفخده. اه بس كده ست الكل. والطريقه بقى يا شيف والنبي ربنا يخليك. ده انا بقول لك نعملها لك مخصوص. ربنا يكرمك يا شيف، ربنا يكرمك. تحت امرك. يبقى اذا يا جماعه نبقى عارفين كويس قوي بس حاجه، ادوا كل خبراتكم لبعض لعل هذا يكون سند ليا بعد كده، لان انا ممكن اخد فلوس هتتصرف النهارده لكن الصدقه الجاريه هي دي اللي هتستمر مع الناس. يلا بينا نشوف الدنيا بتتعمل ازاي. ادي هنا الفراخ، ده شيء هيبقى خشن، هنعمل جزئيه مثلا وليكن نص كميه. وبعدين اللي انا بقول عليها هندي، بلاش تدوا 100 زيت، 100 زيت ممكن يبقى كتير شويه، 100 زيت عشان انتوا محتاجين مواد، هو المفروض 100 زيت بس محتاجين مواد تماسك وكده، فخلوها 75 زيت. يعني في حدود قد ايه الكوبايه؟ تقريبا 200 زيت، انا معيش كوبايه هنا كنت اوري لكم، تقريبا يبقى في حدود ربع كوبايه مثلا، ده اللي هو ال 50 زيت، النص كوبايه زيت ده 100 زيت. خلاص هنبتدي ندي كده، كملهم لي، شايفين الزيت قد ايه حلو قوي كده. ايه ده يا راجل، هو ده عك كده اللي انت بتعمله ده عك؟ انا عايزكم تبصوا بعينيكم ونركز، ان شاء الله نعمل ده بس النهارده. انا بدي دلوقتي نص مقادير، مالكمش دعوه بنص مقادير، خلي التزموا بالمقادير. هنصفر الميزان من الزرار اللي على الشمال، ما عنديش ميزان استخدموا المعلقه. هنبدا نحط النشا، تمام خلاص. وبعدين يا شفت هات لي بقى التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا هي عايزكم تبصوا عليها، توم بودره وبصل من عند العطار، ما نروحش نقول له ادينا 100 جرام و100 جرام و100 جرام و100 جرام هتخش في مبلغ. فاحنا بنقول للعطار ايه؟ بنقول له اديني من كل فيلم معلقتين كبار. ايه طال الموضوع 10 15 20 جنيه وهينفع في البيت. نبدا ناخد التوابل بتاعتنا، يبقى انا حطيت هنا النشا، وحطيت قبل التوابل حط اللبن البودره، وادي هنا توم البودره، جنزبيل، حبهان مطحون، ويا ريت اي حبهان اجيبه يا جماعه يخش فين؟ يخش عندي الفريزر، اهم حاجه الجلوتامات هو ده معزز النكهه. طيب انا عايز اعمله بالزيتون، حطيت من التوابل اللي انا قلت لكم عليها كلها،
يمكن التوابل اللي الناس اقول لكم فيها بيبقى فيها معلقه سكر، ده ضروري جدا. وادي عندي الملح، انا الحبهان اللي قدامكم ده اللي هو زاعق قوي ده وقلب ريحه الاستوديو والله بقاله تقريبا 3 سنين عندي. جالي هو، بصوا على اللون حتى تلاقوا الخضار فيه. اول ما جالي حطيته في الفريزر. حطيته فين؟ في الفريزر. لما حطيته في الفريزر باخد منه بطحن، بيتحط فصين، بتفضل حاجه محتفظه بقيمتها. تعالوا بينا نطحن الكلام دوت، نطحنه. ما اديتش الميه، ادي الميه بتاعتنا اهيت، يا ريت ميه متلجه. الميه بتتعامل مع النشا ومع اللبن، اما ميه ونشا ولبن او ميه او نشا ولبن بيديني مهلبيه، فهنا بيديني مع التوابل دي. يعني هقول لكم على حاجه، لو انا جبت نشا، مش بتشوفوا كده ناس يقول لك احنا عملنا جبنه الشيدر؟ ده حاجه تهبل، بتهبلني انا شخصيا. دقيق على لبن لما يبقى عامل زي الصابون، ومديله حتتين جبنه، احنا عملنا جبنه الشيدر. يا فرحتي يا فرحتي. بتضحكوا على مين؟ بتضحكوا على مين؟ انا لما احط على النار اللبن والنشا بيديني مهلبيه، لو كترت النشا بيديني خليط جامد. اديله شويه توابل بقى وبتاع، والثوم البودره والتوابل اللي انا قلت لكم عليها ده، ودخلوه الثلاجه شويه وطلعوه، قطعوه لوحده من غير فراخ ولا حاجه، هتلاقوه قريب لللانشون. فده هما اللي بيعملوه. انا هنا ما حطيتش لا ملح نتريت لان كده كده الفراخ هتطلع بلونها، ولا حطيت فوسفات غذائي، حاجتين بس شلتهم ومانع الفاسد ان الموضوع ده يفسد، ما حطيتوش. طيب ممكن في اللانشون، عشان لما كلمتكم بتاع اللحمه، ده ايه ده؟ ده ايه ده اللي هيجيبه لنا سامح ده؟ ده ايه ده؟ لحمه؟ كله هيقول لحمه، والله فول صويا. حطه في ميه سخنه واتعصر وخد سنه لون احمر. ده مهما يستوي مش هيروح اللون الاحمر. فاقدر اتغاضى عن موضوع ايه؟ موضوع ان انا احط ملح نتريت، ادخله في اللانشون بس بنسبه معينه نبقى نعمله بعدين. انا سخنت لكم الطاسه ايه عشان ابقى احط شويه من ده كده. اتفقنا؟ فاهمين انا بقول ايه؟ اكيد فاهميني ان شاء الله. هنبدا يا مدام شاديه نطحن الكلام ده ونشوف الدنيا فيها. مدام شاديه اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. الله يخليك، صباح كل حاجه حلوه. على فكره مدام شاديه لازم الموضوع ده يبقى ناعم زي المهلبيه. مؤمريني يا ست الكل. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يديك الصحه ويكرمك وييسر لك كل امورك يا رب. الله يخدم ودي رسالتك لينا ان انت بتفهمنا الصح من الغلط. الله يكرمك، ده انتوا والله العظيم يعني دي رسالتك لينا ان انت بتفهمنا الصح من الغلط. انتوا اساس الصح، ده الشيء اللي انت هتاخد عليه الثواب ويحسن ما بين ايديك يا رب. الله يكرمك يا ست الكل. الله يخليك ويذوقك من حيث لا تحتسب. الله، يا سلام، الله يكرمك. الله يخليك يا شيف ويكرمك، والله العظيم انا لما بكون قاعده قدامك بنبهر. الله يكرمك يا والله العظيم، ما مجامله ولا رياء. لا انت، ده انت فوق القانون عندي. ربنا يبارك فيك، شفت بقى، يجازيك خير على اللي انت بتقوله ويديك الصحه. الله يكرمك يا ست الكل. الله يكرمك زي ما بتراضي الناس، ربنا يرضيك. الله يكرمك. انا بس عايزه طلب صغير قد كده. اوامر. تتبيله البسطرمه، هل ممكن نحطها بعد ما نعمل البسطرمه؟ ممكن نتقلها بحاجه ولا ممكن نسيبها كده للهوا تنشف لوحدها؟ لا، نسيبها للهوا تنشف لوحدها من غير ما نتقل عليها حاجه، يعني بتقلها الاول قبل ما نحط عليها التتبيله. انا اديت اللحمه الملح اهو. اه. عشان تنزل كل الدم اللي فيها الداخلي. اه. بحطها آه في مصفه واتقل عليها، بتقعد معايا في حدود 10 ساعات. ربنا يديك الصحه ويبارك فيك عم. ويكرمك يا رب. اوامر. اسمع بقى عن التلفزيون عشان ما اعطلكش عن حبايبك. ولا حاجه، اوامر. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك. هنبدا، يبقى احنا عرفنا بس المعلومه دي على الماشي، عرفنا المعلومه دي. الطاسه سخنت عندي، هبتدي احط ده هنا كده، خلوه تسخن براحتها. انا بعمل، حاضر، انا بعمل تيست بس كده عشان اوريلكم ان اللون هنا مش هيروح. اللون هنا اهو مش هيروح. ما اي لحمه في الدنيا من غير ملح نتريت، هقلب لك الطاسه يا استاذتنا، اي لحمه في الدنيا من غير ملح نتريت تدي اللون البني. لو عملتوا ايه؟ لو اديتوها ازازه لون احمر. هنبدا نطحن
عن الكلام ده هاخد الفاصل وانا بطحنه، وانا بطحن الكلام ده هناخد الفاصل بتاعنا عشان نرجع بعد الفاصل نشوف هنعمل فيه ايه. فاصل وعود لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل خلطنا الخليط بيبقى زي المهلبية، بيبقى زي المهلبية كده، وبعدين عايز احط فيه زيتون اخضر، بجيب الزيتون بفصاصه او الزيتون الجاهز ونبدا ان احنا نديله دقيق. عم تورينا يا عم؟ يلا والله بالصدفه وتصوروا صدفه معايا ان انا جايب زيتون امبارح. هو فين يا شفنا؟ الزيتون اهو. مخرجتنا الغاليه هتجيب لكم بقى، ادي اللانشون اهو، وانا طالع شويه زيتون بالصدفه. يا سلام، وانت كل حاجه بالصدفه كده يا شيف محمود. ادي شويه الزيتون اهو، حتى دول كتير. وبعدين وبعدين يا شيفنا عايزكم تبصوا هنا بصه كده، ندي شو. ها حصل حاجه سامح، اللون اتغير، ده فول صويا واخد سنه لونها احمر، وده اللي بيحصل مع بعض الكبابجيه، وده اللي بيحصل في المطاعم، وده اللي بيحصل هنا وهنا وهنا. شايفين اللون عامل ازاي؟ شايفين اللون ارفع اهو، عمال يقدح اهو، واللون احمر، اللي يشوف يقول عليه ايه؟ بلوبيب مع شويه التوابل وعدي، تمام. اللون زي ما هو ماشي، شفنا اقتنعنا خلاص. اذا اللانشون، اللانشون لما نيجي نعمله اللي هو اللانشون بتاع اللحمه، اقدر ان انا اتعامل معاه بالاسلوب ده، هنبقى نعمله ونشوف الدنيا فيها ايه. هناخد شويه دقيق كده ضروري يا جاسر يا غالي، بس اصفي الميه هنا من الزيتون تماما، ونقوم عاملين كده على الدقيق. ليه؟ على الزيتون. فاكرين الكيكه كنت بعمل فيها ايه؟ الكيكه كنت بديها بدرها بالدقيق عشان ما يجريش هنا ولا هنا. لو انا ما اديتش شويه، طب هو اللانشون يا شيف محمود هيهبط؟ الزيتون هيهبط؟ لا، الزيتون هاجي اقطعه من اللانشون هلاقيه فصل. طب في ايه تاني عايزين نفهم اكتر؟ لما كنت باجي اعمل البيض الاسكتلندي ببدر البيضه المسلوقه بالدقيق، فلما بحشيها باللحمه واحمرها واجي اقطع تدانها متماسكه، لو ما بدرتهاش بالدقيق شوف معلومه قد كده بس زي الفل، وتيجي تقطع البيضه نصين كده تلاقوا البيضه وقعت منك، وتقعدي بقى تحطيها بايدك سن اتنين بس ايه. وادي اهو قطعه اللانشون. بصوا اللانشون عامل ازاي في ايدي، بنحطه الاول على استريتش لسببين، ان انا مش عايز اتعامل مباشر على الفويل، وفي نفس الوقت ان الاستريتش هو اللي هيديني التشكيل. لو انا طبعا ما عنديش الزيتون هشتغل على طول. فرق الزيتون كده، خدوا بالكم من معلومه، الزيتون ما يتحطش يا جماعه كده ايه، الزيتون هنا ما يتحطش في النص، انا مش هقطع كده حشي جزرايه جوه، انا عايزه يتفرق كده كده، شايفين؟ عشان لما اجي وما يبقاش خارج على الاطراف اهو، ريحه في منتهى الجمال. واهو كده الزيتون اللي هنا ده لما اجي اقطع عمره ما هيفصل. وبعدين يا شفنا هاتيها يا استاذتنا الغاليه كده ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. يبقى احنا كده بنتعرف على حاجات وبنعرف حاجات ان شاء الله هتعجبكم جدا. تعالى لي كده بقى، انا ماليش دعوه بالتشكيل هنا، لان التشكيل هنا ايديا مش هتجيبه. ايه اللي هيشكله ده؟ التشكيل الاعصابي. جميل، شايفين انا بتعمل ايديا، خلاص ايديا مش هتلزق بقى هنا. واضحه يا جماعه ولا اوضحها لكم؟ اهو تعالوا نروح كده عند السمح، شايفين بساوي بايه؟ ها حلوه اهو، واهو ونقوم قرصين كده البقجه. عارفين البقجه؟ اهم حاجه يا جماعه الميه ما تغليش. في زيتون خارج ولا داخل ولا رايح ولا جاي؟ برضه انا مش عاجبني اللفه دي. طب ايه اللي هيحسنها لنا دي؟ فاكرين السويس رول كنا بنعمل فيه ايه؟ هو ده اللي هنعمله هنا، شايفين؟
بدوس على الطرف ده كده اهو، وبجنب ايدي اهو، واهو اهو، يعني انا ان شاء الله احطه ويطلع مجعبب ومش ينزل البطن السليم. بس احنا ها بقى عامل ايه يا سامح؟ برافو عليك شيف محمود، صور جاب معانا، ما تتعملش قلب ده، واهو الميه هتقعد معايا هي نص ساعة كفاية، بس خليني في السيف سايد ساعة لربع كده. قرصت ادوس كده الاقي الموضوع طري، امتى اشيله؟ لما الاقي الموضوع ده نشف، يعني ياخد معايا في حدود نص ساعة ساعة لربع. شايفين المية عاملة ازاي؟ عمالة اتبخر، بس اهي عمالة اتبخر معايا، بس درجة حرارة 80 90، مش عايزه زي موضوع الكريم كراميل. في سادة أفاضل بيسوي لي الكريم كراميل في 10 دقايق، يا ولد يا جميل. إيه يا عم أنت بتعمل إيه يا عم؟ كريم كراميل في ساعة ساعة ونص، درجة حرارة بيكون في حدود 150 140، مش عايز المية تغلي عشان ما يخرص يطلع اسمه كريم كراميل. بقطع كده كريم كراميل زي ما بتيجوا تعملوا كاستر او بتعملوا مهلبيه، بتقطع كده مفيش فراغات. ده الشيف الفرنساوي او الشيفات الفرنساويين، ومش عقده خواجه، لا خدوا العلم من اهل العلم. طالما انا شاطر في دي هنغطي كده. طب افرضوا لقيت الميه غليت اعمل ايه؟ او مزوده كوبايه ميه ساقعه. دكتور قلب شاطر، عندي دكتور قلب شاطر، اعدل عليه ليه؟ اعدل عليه ليه؟ هو الراجل شاطر خلاص. فبقول لكم الواحد يعني ايه، مش انا تعبت بقى مش ايه قبل ما خدت المعلومه دي، ده انا بصوا شعري بيض ازاي. ده في ناس عندها عقد نفسيه رهيبه. لا احنا خدنا المعلومه من اهل العلم، اهل العلم وصلوا لنا المعلومه، ولما خدتها بكل حب وتقدير منهم بطلع على الهوا واقول لكم فلان عمل هنا. دي انا مش مديها زيتون بصراحه، كانش عندي الزيتون ساعتها. هات لنا يا ابني سكينه كده. فاهل العلم طلع لكم السكينه الطرنش تبقى ممتازه. اهل العلم بيوصلوا المعلومه اهي. واحد مثلا بيعمل فطير فطاطري، هو عمل فطير الفطاطري، الراجل ده ما شاء الله عليه. ما اجيش انا بقى واقول لكم لا بعمل فطير فطاطري احسن، اكيد هو خبراته احسن. عارفين سالت فطير الفطاطري مره بقول له انت بتستخدم دي ايه، بتقعد تشدها جامد كده وما تططط. قال لي بحط نص دقيق قرش جديد مع نص دقيق، انا ما جربتهاش جميع استخدامات. طبعا انا لما بستخدم فطير المشلتت او فطير الفطاطري بحط دقيق جميع استخدامات عشان اعرف اشده. انا مش محترف في الرميه دي وما حاولتش اتعلمها، واتمنى اقف تحت ايد حد بيعملها، لكن هو بيقول لي كده، فبالتالي مهما يشد ما بيتقطعش منه. بس انا ما جربتهاش، اخاف اجربها على الهواء وخلاص بقى، اخاف اجربها في ليه يشد معايا يشد معايا. هنطلع كده الاسترتش اللي عندنا، وبعدين يا ستو الريحه بسم الله ما شاء الله زي الفل. ريحه ليه؟ مش من ايديا، من اللي عمل الكلام دوت او التوابل ديت او اللي علمنا الموضوع ده. تلاحظوا قالب اللانشون يا ام مهند في طراوه، في ايه طراوه؟ طراوه يا شيف، ازاي حضرتك؟ طراوه الله يكرمك. ازاي سعادتك انت يا ست الكل؟ بخير والله الحمد لله يا دايما يا رب حضرتك. الله يكرمك ويبارك لك في عمرك. تسلمي لي. الله يبارك لك يا شيخ. ازي حضرتك؟ سعادتك بخير، احنا بخير والله. تسلم ايدك. الله يسلم لي عمرك يا رب. تسلمي لي. ربنا يخليك يا شيخ. كنت عايزه اسال حضرتك سؤال يا شيخ. اوامر طبعا يا شيخ. العفو يا شيخ. الفراخ المشويه قعدها قد ايه يا شيخ في التتبيله بتاعتها؟ الفراخ المشويه في بيقولوا اسبوع، في بيقولوا 3 ايام، في بيقولوا من بالليل. واخده بال معاكي؟ اه
ايوه لكن انا واحد من الناس بقول في ساعتها، في ساعتها على طول تبلي وفي ساعتها. انا جايه من الشغل موظفه او طول النهار بغسل والولد براعي الطفل الصغير وده وده، وجوزي جاي وتبلتها، اقول له استنى واطلق ولا على طول اشتغل؟ ايه لازم تقعد؟ انا مراتي لما بتتبلي الفراخ وتبيتها يوم، عشان طبعا بتتبلي كل يوم تعملي مشوي، تاني يوم مش قادره اكلها ريحتها بصل وبتاع. مش انا مش عشان ما بحبش البصل، الحاجه والله يا ام مهند كل ما كانت بسيطه كل ما كانت حلوه. تسلم ايدك يا شيف والله. الله يخليك. لكن انا بسمع 15 نوع توابل ولا اقلل من شان حد، 15 نوع في ناس بيحط 17 نوع توابل على الفراخ، انا ملح كمون شطه مع كزبره وفلفل اسود بس، هو ده اللي انا بحطه فعلا. اللحمه ملح فلفل اسود، كفته الحاتي بصل ملح فلفل اسود. ايوه كلي بقى. تسلم ايدك. الله يخليك. تسلم ايدك يا شيخ. انا تحت امرك الست الكل، انا تحت امرك. هو المشكله كلها ايه؟ عارفين في حاجات بيبقى يعني مثلا رز الريزو ده بره بيحط عليه ورشستر صوص، دي الطريقه الاصليه، مع كاتشب مع هوت صوص. انا بتضايق قوي ما باجي اكتب المنيو شيماء. قلت لكم مره رشدت الدكتور، وش اوصني للدكتور او الطبيب اللي اتعلم 7 سنين في كليه الطب او المهندس اللي اتعلم 5 سنين، ايش اوصني ليهم؟ ولكن لو ادينا تشبيه ولي الشرف فببقى متضايق. رشدت الدكتور طول ما هو صغيره دوايين ثلاثه حتى انت هتاخدهم وتروح تجيبهم، هو انا هصرف كام؟ يعني هصرف 20 جنيه في الصيدليه؟ انما في دكتور بيديك جميع انواع الادويه بتاعت المخ والاعصاب وبتاعت البطنه وبتاعت الرجل وبتاعت العظام، يمكن تجيب معاك في الحته دي حاجه كده بتنجم مخلل. هنبدا نقطع الكلام ده. لاحظوا حاجه في التقطيع، حطوا كده لاستاذتنا، شايفين الطراوه اللي فيه؟ طب شيف محمود انا شايف فيه فجوات هواء، ما عنديش الكبس، هم عندهم مكنة كبس. فاهمني يا تمورة؟ تامر الجميل، طول ما انت قدامي انا بعرف الشغلة تامر. مكنة الكبس دي وخصوصا مكنة الكبس دي للرومي المدخن اللي انتوا بتشوفوه قد كده مستطيل كده، ونقول زمان كنا نقول انا واحد من الناس والله وانا في المهنة بقول ده بيعملوا الديك الرومي بيخلوه يحطوه، وانا كنت اعرف الكلام ده. واللي برامج التلفزيون من الصدى الافاضل افادت الناس كتير قوي والله، افادت الناس. ده في شيفات الله اكبر محترفه درجه اولى. بتقولي لي يا استاذتنا الغاليه؟ عفوا معاكي يا استاذه. يا سلام يا امان يا رقيقه، فاصل بتقوليها بالرقيه ديت. طيب هناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل. انا الحلقه راحت فين؟ بس انا ما يهمنيش الحلقه حتى لو في ربع صنف، المهم نبقى عارفين كويس بنعمل ايه. فاصل اهو لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل اتكلمنا وشفنا، انا ما اعرفش الحلقه ضاعت ازاي طبعا، ولكن انا مش مشكله عندي، انا معاكم كل يوم لو ليا عمر واذا ربنا اراد للخير. هنبص على المية هنا كده بالراحة. المية درجة الحرارة هادية مش عايزة تغلي، درجة الغليان بتبقى عندي 100. افرض انا لقيت المية داخلة على الغليان بقوم عامل كده مية ساقعة ومدي كوباية ومهدي النار اكتر، فانا وقفت الغليان، التش اللي كانت موجودة راحت، التش اللي هنا اللي هو بداية الغليان راحت عندي. ونبدأ نغطي الكلام ده، يقعد معايا في حدود ساعة ربع. أنا هاجي أجس على الكيس كده، هناك هو بيدخله في فران، مش فران زي دي كده، فران تبخير. ولو عندي تدخين اللي هو الليكويد سموك أو سموك، الليكويد سموك دي حاجة كده المفروض إنها بتتباع بس مش في مصر، اللي هو ريحة التدخين، فبيدخلها في فران التدخين بعد كده. طيب وزي ما اتفقنا ان انا ما بحطش في السوسيز او الحاجات دي هانك، هو ما بيحطش هانك، هو بيحط حاجه اسمها سيليلوز زي ال 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 الاسترتش كده اللي انا لفيت بيه اللانشون، بس مش هو. طيب هنبدا نقطع اللانشون كده. هنا
لانشون الفراخ يا جماعه بلونه، لان هو اصلا ابيض فابيض، بس هنا محمر كابي شويه. بس تلاحظوا هو ده اللون القشطه اللي جيبوه من بره. قسما بالله ما واخد مني، انا عندي ملح نتريد في البيت وممكن اخدعكم، عندي ملح نتريد بطرمان كان صفت مديهولي حبيبي، وعندي فوسفات غذائي. بس لو خدعتكم وجيت طلعت لكم الصنف هنا على الهواء واقول لكم اعملوه، طب احنا ما طلعناهوش ليه زي الشيف محمود وتقعدوا تضربوا ازاز في اخماس؟ لكن ده والله زي ما قلت لكم هو ده. طيب في نقطه، ليه لونه ابيض؟ بيد قوي يا شيف محمود وقافش، عن طريق اللبن البودره مع النشا مع الميه، ولازم يسقع فيبقى باللون ده بره. ادينا تقريبا في حدود قد الفراخ سوائل، لبن بودره مع نشا مع ميه مع واشتغل مع زيت وطلعنا الموضوع. قولوا لي مين مش عارف يعمله، بس امشوا بنفس المقادير زي ما بقول لحضراتكم كده. اي قطع توست بالشكل ده كده، ده المايونيز لو تفتكروا مهلبية، تعمل بره كده مهلبية، كوباية نشا معلقة نشا كبيرة، كوباية مي عشان يديني اللون الابيض دوت. بعد كده بعمل فيه ايه؟ بحطه على النار، بيمسكه حطهم في الخلاط، عليهم سنة ملح ليمون أو عصير ليمونة، ملح، معلقة سكر، وأقوم ضارب، أنزل عليهم بشوية زيت الأول كده إيه بصوت، أقوم نازل ببيضة اتبسترت شال منها أي ميكروب أنتوا بتفكروا فيه، وأنزل بالزيت هيمسك معايا ويبقى مهلبية واللون الأبيض ده. مسحة بسيطة كده خلاص، وآدي بس. لو الكلام ده الريحة روعة، لو الكلام دوت فين الزيتون، لو الكلام دوت رحنا جبناه او عملناه شوية زيتون كده وكده، او رحت كلته في كافيه الصبح هدفع قد كده. انا ما بقولش لا، في ناس معاها وكيفة تقعد ولا مانع من الخروج ان احنا نخرج ونعمل، بس لا مانع ان انا اقدر اعمل لاولادي حاجة زي كده. اللي بيقول كلمة مضمونة ومش مضمونة ده معاه ألف حق. ليه؟ معلش يا صاحبي أنا فاضلي دقايق ومش هقدر أدخل أحرق لكم صنف كمان بسرعة يعني. زين ناخد الحاجات دي باستفاضة. بيجيب الرقبة يخليها، الجوانح يخليها، الفرخة بترميش منها حاجة أبدا. تلاقي عنده بتاع 3000 جناح و3000 رقبة و3000 جلد الرقبة والراس، عب في شويله فشت تعمل منهم الكلام ده. مش المصانع نظيفه، مصانع بتبقى تحت السلم. هنا ده مش صحي، هنا انت بتاكل، بص المنظر الفراخ قسما بالله ده الراجل اللي انا باكل منه انا وولادي، مش هشكر فيه كتير لكن هقول حد عنده ضمير. كنت بتناقش معاه في حاجه، اتزنقت اجيب فيليه فراخ، فبقول له انا جبته من بره بقد كده فرق 2 جنيه يعني، بس انا بسمع اللي قدامي على السبيكر مدى مزقيه الراجل ده، يعني ب 72 انت بتدوني ب 72 وانا جايبه ب 70، انا بجره يعني ايه 2 جنيه لاي حد يعني. قال لي شيف محمود لو عايز ادولك ب 60 هديهولك، لو عايز ادولك ب 60 جنيه بس انا برضي ربنا في ال 2 جنيه دول. بقول له يعني ايه؟ قال لي ان انا احطه في الميه واديك الكيلو كيلو الا ربع. قلت له انا عارف انا عارف، بس انا بجر شكلك عشان اسمع الناس. عجبتني كلمته قوي وفي منتهى الصراحه اقرب طرق. استاذه فاتن اهلا بيكي. اهلا بيكي يا شيخ، ازاي ما عليك يا ست الكل، نحمد ربنا على كل حال دايما يا رب بخير، تسلم ايديك على كل حاجه جميله بتعملها لنا. تسلمي لي ربنا ما يحرمك، عايزاك تعمل لنا البغاشه. البغاشه عينيا اكتبي يا شيماء. شكرا يا شيخ، اوامر يا مدام فاتن، اوامر. يا ريتك تكتبي يا شيماء البغاشة، ما تشمتيش أماني ولا الأستاذة كريستين فينا،
لان هما بيقولوا لي ان انت ما بتكتبيليش الحاجه، بس انا عارف انت بتكتبيها لي وانا اللي بطنش. الريحه ما شاء الله في منتهى الجمال. خلاص، فده اللي انا بقول لكم عليه. الميه داخله على الغليان، فنهدي النار قوي. انا عايزها تفضل كده سخنه. ف موضوع الشطاره، موضوع الشطاره شيء حلو جدا. ده انا شاطر، ده انا ما فيش زيي. انا مروح معايا النهارده مين المبيعات، ده انا كسبت 1000 جنيه. خلاص، وغيري كسب 100 جنيه. اشمعنى الحاجات دي كتير؟ وانا لا انا شيخ ولا انا مفتي هعلمكم الكلام دوت. يجي اللي كسب 1000 جنيه زي ما احنا عارفين، شويه سخونيه، شريط مضاد حيوي مع مش عارف ايه، او ابني او بنتي، انا بتكلم على الشيخ محمود عشان ما تقولوش بتفول علينا، صرفت فوق ال 1500. ويجي اللي روح معاه ال 100 جنيه اتعشى وجاب عشا ودفع دروس ولاده وبتاع مش عارف ايه ما جالوش، وبتاع ايه ما جالوش، وبتاع الانابيب ما جالوش، وبتاع مش عارف ايه ما جالوش، ووفر 90 جنيه في اليوم ده. ليه؟ ان ربك لبالمرصاد. ربك بيبارك في القرش الحلال بصوره غير عاديه. خلينا دي كده بقى ونجيبها كده، نفطر منه الصبح، نفطر منه الصبح. النهارده كان المفروض عندي الناجتس، وكان المفروض ان انا عندي البرجر بتاع الفراخ، بس زي ما اتفقنا احنا هنروح من بعض فين. وكنت لا اصدق ان الحلقه كلها، او ان انا بس انا قلت لكم لو عايز اقلب الموضوع هقلبه، انا مش خسران حاجه، جاهزه قدامي ايه، وهقدر اعملهم بفضل الله. في احد الكورسات قلت لهم انا مستعد قبل الصلاه، كنا يوم جمعه، اكون مخلص من 10 ل 12. قعدت الخمسه. طب هي دي ايه؟ برضه معلش انا بتكلم بسجيتي والله. فقالوا لي طب، قلت لهم اهدوا ناخد العملي، وبعد كده نقعد على الترابيزه معانا مشروبات ناخد النظري. النظري ان شاء الله 7 ساعات انا معاكم فيه، لان مهم جدا النظري. قالوا لي هنسال في الحاجه دي، قلت لهم لا، في اي حاجه، كيك، تورت، ايس كريم، اي حاجه تانية احنا مع بعض. كان معانا شخص، شخصيه، راجل يعني، فعشان عايز ياكل عيش مع اولاده، قلت له انت تاخد الواتس، استمر معايا في اي حاجه انت عايزها، انا هياكل عيش. فهي دي المعلومه اللي دايما اقولها، انا مش واعظ، لاني انا والله الكلام اللي بقوله لكم ده انا بتكلم بيه مع بناتي وابني، وعلى راي والدي رحمه الله عليه، قال لي انصح الكلمه دي، ما بنساش اي كلمه ليه، انصح صاحبك من الصبح للعصر، للعصر ولا للمغرب اتم؟ من الصبح للظهر كفايه؟ بلا وجع قلب، من الصبح للظهر؟ لا، من الصبح للعصر تقريبا، ما صحش تضله. يعني لا انا عايز اركب، لا انا عايز، قال له يلا يا عم روح. بس دلوقتي بيني وبينكم اللي بيقول لي الشارع ده فين ويبقى جنبيه اقول له ما اعرفوش. فدايما ابدا النصيحه لاي حد في اي شيء بتبقى حاجه صدقه جاريه وحاجه هتمشي. فلان اتعلم، ادى الشيف محمود، الشيف محمود ادى لحد، هيقف حد تاني بعدي هنا في المكان ده، يمكن بعد يوم اتنين شهر الله اعلم، او تقول ان انا ماشي الله اعلم امتى همشي، هيديكوا نصيحه تانيه، وكلنا بندور حوالين بعضنا وكلنا بنتعلم. الرك اياك والكبر، اياك والكبر. حاضر هكلمها. الكبر لله وحده، وكبروا عباءتي، فنبقى عارفين الكلام ده ونبقى فاهمين. قرينا اللانشون وحفظناه النهارده يا جماعه، قرينا ده القشطه اللي بيقولوا عليه. يا قشطه انت يا تامر يا قشطه. استاذه مرفت اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. السلام عليكم، ازيك يا سيدي؟ زي ما عليك يا ست الكل. يا باشا افضل انصح صاحبك بكره وبعده وبعده، من الصبح ايه ده تنصحه اسبوع والله. يعني في نصح يا شيخ محمود والله. والله في ناس بيجي منها يا استاذه مرفت. اه والله ربنا يبارك لك يا رب. وفي ناس محمود يعني بقول لك ايه، نعم، بصراحه اللانشون الطريقه حلوه، بس انا بصراحه احط بيض بحس فيه بطعم زفاره، حتى لو حطيت
كل الحاجات اللي حضرتك حطيتها برضو بحس فيه بزفارة. ما عندكش بديل حاجة غير البيض؟ طب انا ما حطيتش بيض. لا لا لا، احنا اللي بنعمله العادي بتاعنا، العادي طب بتاعنا. طب ما تجربي طريقتي. هجرب الطريقة دي ماشي، بس بتاعة البيض دي ليها حل للزفارة؟ ما هو هنا احنا لفينا برضو في حتة تانية، ان ايوه انا ايوه شلت البيض وحطينا حاجة تانية بس بطريقة مصانع. مصانع المصانع. تسلم ايدك يا شيف محمود، يعني هيخليه برضو شغال. شغال يا باشا. تسلم يا رب، ربنا عناي. يبارك في صحتك يا المهم شيف الحجارة محمود ما يا رب. تخلص. ربنا يبارك لك. شكرا يا شيف. اوامر اوامر الست الكل. انا بشكركم جدا النهارده، انا سعيد بيكم، ومش بكتر الاصناف، اهم حاجه قرينا ده وفهمناه وعرفناه. اللي ما شافش الحلقه يشوفها بكره الساعه 7 الصبح، بتنزل بعد كده على الهيئه الوطنيه للاعلام اللي هي حلقات اكله شهيه، تقدروا تتابعوا على صفحه اكله شهيه. شيماء دايما بتشير لكم الحلقات، بتشقى معايا وبتتعب اكتر مني بصراحه، واماني وكريسين بيكرهوني عشان بدافع عنها. ربنا يخليكم ليا يا رب، القاكم في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله.